مختلفه تماما للمباريات السابقه بعد 3-5-2. صحيح. فهي يعني يبعث لك انه الى الان لم يستقر على التشكيل المناسب. صحيح. رمزي صالح ردد عبارة كثير سمعتها أنا في هذا الاستوديو حتى تحت الهواء، وقال بأن المنتخب الفلسطيني ليس لديه ما يخسر من خلال هذه المباراة. الأكيد أن مدرب قطر قد أبلغ لعيبته بأنه منتخب فلسطين سيدخل المباراة من أجل أن يلعب كرة قدم ويستمتع فيها. إلى أي مدى هذا الأمر خطر على الفريق المنافس أيضا، أن تلعب مع فريق طموحه ربما توقف؟ لا شوف، مدرب عارف مدى أهمية هذه المباراة. أي مدرب؟ مدرب منتخبنا لوبيز. أي. والدليل إنه لعب بطريقة 3-5-2. يعني معناته إنه هو عارف مدى أهمية هذه المباراة. مباراة مش سهلة. يعني أنا اليوم لو تسألني يعني كابتن مبارك أقولك أنا ما أتمنى أقابل.